أصدقائي الأعزاء، هل يجب أن أكون صريحا معكم بشأن شيء ما؟ سأتحدث عن التفاصيل الدقيقة لشعبية أوزجياغز وسيلة ترك أوغلو، ويرجى كتابة أفكاركم في قسم التعليقات بالفيديو مرة واحدة وليس قبل عامين فقط. كان الجميع يتحدثون عن أوزجياغز، الممثلة الجميلة والشابة المحبوبة من مسلسل الوعد التي أعطت الحياة لشخصية ريحان في المسلسل. لماذا تمت مشاهدة مقاطع فيديو أوزجياغز بأرقام قياسية في حين كان هناك الكثير من الممثلين الجميلين والموهوبين؟ الآن لماذا لا تتحدث مواقع المجلات وقنوات اليوتيوب عن أوزجياغز بقدر ما كانت تتحدث عنها سابقا؟ هل فكرتم يوما ما؟ دعني أوضح. أصدقائي الأعزاء، دعني الآن أعترف بأن أحد أهم العوامل التي تبقي الممثلين على قيد الحياة هي قصص الحب عنهم. أنتم تروا بالفعل بأنفسكم بغض النظر عن جودة تمثيلهم ومدى جمالهم أو وسامتهم. يوجد عنصر ثاني متفجر مثل قصة حب الممثلين للبقاء في دائرة الضوء والمتابعة. فعلت أوزجياغز وجوك بيرك ديمري الشيء نفسه، لقد جلبوا المشهد الذي أراد الجميع رؤيته في الحياة الواقعية، وقيل إنهم يتناسبون بشكل جيد للغاية، وأصبح حب المسلسل حقيقة. في لحظة تم التعرف على الممثلين من قبل ملايين الأشخاص الذين ربما لم يتابعوا حياتهم المهنية ولا يعرفون شيئا عنهم. تحدثت جميع وسائل التواصل الاجتماعي عنهم بعد بضعة أشهر كما كانوا على وشك النسيان. بدأت أخبار الانفصال تنتشر هذه المرة مرة أخرى، سجلت وجهات النظر وكلام الجميع عن هذا الحب. بالطبع لم يدم ذلك طويلا أيضا، مع مرور الوقت تعرف الجميع على الممثلين لكن لم يكونوا مهتما بمعلومات أخرى عن أنفسهم. في هذه المرحلة أعلن الممثلون المشهورين أنهم صنعوا السلام، جاءوا مرة أخرى وبدأ الجميع يتحدث عنهم. من فضلكم لا يساء فهمكم، أنا لا أقول أن الممثلين أنفسهم يفعلون ذلك عن قصد. بالطبع هناك مثل هؤلاء الممثلين الذين يفعلون هذا عن قصد لإثارة انتباههم. تطورت الأحداث في علاقة أوزجياغز وجوك بيرك ديميرجي بشكل طبيعي تماما. مرة أخرى مرت أشهر، والآن هل تتابعون أوزجياغز بقدر ما كنتم تتابعونها قبل عامين؟ أنا لا أظن ذلك. السبب في اعتقادي هذا، عندما نشرت مقطع فيديو عن أوزجياغز قبل عامين على قناتي كان عدد المشاهدات أكثر من 1,000,000 مشاهدة، لكنه الآن في بعض الأحيان لا يتجاوز 1,000 مشاهدة. ولقد بحثت أيضا في قنوات أخرى على اليوتيوب، ويشار إلى تصنيفات القنوات التي تتحدث عن أوزجياغز متدنية كثيرا. أصدقائي الأعزاء، حسنا، قد يكون هناك الآن من يقول ما علاقة سيلة ترك أوغلو بهذه القضية؟ دعني أوجه الأمر، هناك ممثلون جيدون في تركيا الآن، لكن دعونا نرى ما إذا تم الحديث عنهم جميعا. هل هو مجرد تمثيل الممثلين الذين يتساءلون عنه الجميع ويتحدثون عنه؟ بالطبع لا، تعد الحياة الخاصة وعلاقات الحب للممثلين من أهم العوامل التي تجعلهم على جدول الأعمال. أحيانا ما أصادف معجبي سيلة الذين يكتبون مثل هذه التعليقات، اتركوا سيلة وشأنها ولا تتحدثوا عن سيلة مرة أخرى. أصدقائي، إذا لم يتم الحديث عنها يتم نسيانها، وإذا انتهى خبر الحب ينخفض عدد المتابعين بشكل ملحوظ. أنا متأكد من أن الممثلين أنفسهم لا يريدون حدوث ذلك. كل لاعب يحتاج إلى شهرة، وكل ممثل يحتاج إلى إعلانات. أكبر إعلان عن الممثل هو التكلم عنه. ليس من غير المألوف أن يختفي لاحقا ممثلين الذين عرفهم ملايين وأحبهم الملايين. من أين؟ لأنه لم يسبق رؤيته مرة أخرى، ولم يتحدث عنه أحد مرة أخرى. ثانيا، أنا أتحدث عن الممثلين الجيدين والسيئين، زائفين أو حقيقيين، سواء أردنا ذلك أم لا. أنا فقط أشارككم الحقائق كاملة. لا تنسوا أن تكتبوا أفكاركم حول هذا الموضوع في التعليقات، فقوموا بمتابعة الصفحة. وداعا.